اتعرف عليكي. هدى نور من سوريا. هدى نور من سوريا. اهلا وسهلا. الله يسلمك. انت متعوده تركبي الاتوبيس النهري على طول؟ والله دي المره الاولى، يعني حاجه حلوه يوريك معالم البلد الجميله يعني شوف المدينه وتتعرف عليها، وفسحه صحيح هي مش طويله بس تعطيك فكره عن معالم البلد والحضاره الحلوه بتاعتها وكده. يعني انت دلوقتي بتستخدميه كوسيله مواصلات مش وسيله للتنزه؟ لا، للتنزه هلا حاليا. دي اول مره انا بركبه، وبالعاده نركب في مراكب غير المركب النهري ده. يعني حاجه حلوه، تحس يعني فسحه بالنهر، تحس انك تنفست شويه، بعدت عن الزحمه والضجيج اللي برا والصخب اللي بالمدينه. تعرف عليكي؟ انا سهام حداد من سوريا. اهلا وسهلا استاذ سهام. في امتك. نزهه حلوه ومنورينا، والله يخليكم، يعني ما فيش عندي كلام غير هيك. تحبي مصر؟ بحب مصر واهلي مصر، منورين علينا، سمحتوا لنا هيك في جاي لهون، وممنونين، شكرا كثير.